السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا في فيديو قررت اسوي كده اوت اوف نو وير، اتكلم فيه عن حاجه سويتها في حياتي ونفسي اشارككم فيها. طيب كل الناس وقت السفر تحب تسافر مناطق لندن، باريس، الاماكن المعروفه، امريكا وغيره وغيره وغيره، لكن عشان انا سافرت مكانه بصراحه غير او بطريقه معينه اسعدني وغير حاجه معينه في حياتي، وحاب اني انا اشارككم فيه. سفريتي لمدغشقر. في مدغشقر المدغشقريين يتكلموا لغه اسمها اللغه المدغشقريه، طبعا هي اقرب للغه السواحليه اللي هي لجنوب افريقيا، بس بسبب انه في عدد كبير من السياح الاوروبيين سواء كانوا من الجنسيه الايطاليه او الفرنسيه، اللغه الاولى في مدغشقر هي الفرنسيه وبعدها طبعا الايطاليه. كميه جدا قليله في مدغشقر يتكلموا اللغه الانجليزيه للي حابب يروح. رقم 2، مدغشقر هي جزيره في شرق جنوب افريقيا، يعني هذه جنوب افريقيا هنا مدغشقر، هي عباره عن جزيره، لكن المنطقه الاساسيه اللي احنا رحناها في مدغشقر هي جزيره في شمال مدغشقر اسمها نوزي بي. هذه مدغشقر هنا فوق نوزي بي. نوزي بي عباره عن جزيره طولها 16 كيلومتر في عرض 8 كيلومتر تقريبا. الأغلب يقصدها عشان السياحة وكلها سياح، والشعب هناك عايش على السياحة وعلى دخل السياحة. فحتكلم معاكم عن الأشياء اللي ممكن تسووها هناك، وهي أشياء صراحة جدا 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 جميلة ومحمسة، تتكلم أغلبها عن الطبيعة. أول منطقة مهمة أنك أنت تروحها في نوزي بي هي منطقة لوكي بي. لوكي بي هذه منطقة في مدغشقر الأغلب بيروحها هناك عشان الحيوانات الغريبة اللي فيها. طبعا الأغلب يقصدها عشان يشوف حاجتين، يا إما الكاميليون اللي هو ده الحيوان زي الضبع اللي تغير لونه، أو طبعا التعابين اللي ما شاء الله مغطية في المكان بجميع أحجامها. لكن في شيء مهم جدا تعرفوا أنه كل حيوانات نوزي بي أو مدغشقر هي حيوانات أليفة 100% وما تهاجم أبدا. ثاني شيء ومن أهم وأجمل الشواطئ في العالم، إيرانجا آيلاند. إيرانجا آيلاند هي عبارة عن جزيرة جدا صغيرة، جزيرة سياحية، يعني مستحيل أنت تروح تسكن فيها، أنت تروح تزورها وخلاص. هذه الجزيرة معروفة أنها برابع أو خامس أجمل شواطئ في العالم. اللي يروحها هناك بتاخذ بوت من نوزي بي حدود 50 دقيقة وبتكون وصلت الجزيرة. أجمل شواطئ العالم، بتشوف ألوان البحر بجميعها، أزرق فاتح غامق، جدا 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 جميلة. سكان أو الناس اللي عايشين في هذه الجزيرة فقط شغالين على خدمة السياح عشان يسوي لهم غداء عشاء وكل الفعاليات اللي بتصير هناك. من أهم الأشياء في الرحلة هذه إنه هو بيكون في دلافين وفي سلاحف، أحيانا بتشوف السلحفة الواحدة قد حجم البني آدم بكبره أو راسه يمكن لحال بحجم البني آدم بكبره. ثالث مكان روحته هو بصراحة اللي غير في أشياء مرة كثير وحسسني بإحساس غير طبيعي، الويل واتشنج. بياخدوك في بوت صغير رحلة وبتروح تتفرج على الحيتان. طبعا الأشياء اللي تشوفها في ناشونال جيوغرافيك أنت تحسب إنه هذول قاعدين لمدة ساعة، ثلاث ساعات، أربع ساعات قاعدين يتفرجوا على الحيتان. في ثلاث ساعات انت بتشوف الحوت يمكن ما تتجاوز الثلاث دقائق. اهم حاجة انا برضو وقت الويل واتشنج انه كان معدي احد اهم الحيوانات اللي ممكن انا اكون دائما اسمع عنها واشوف عنها، اللي هو الويل شارك او القرش الحوت. لكن الثانية واللحظة بتتفرج فيها على الحوت زي ما انتم شايفين بتكون يعني لحظة غريبة جدا في حياتك، انك انت بتشوف حيوانات بتيجي قدامك بهذا الحجم. من ضمن الفعاليات اللي جدا مشهورة في هذه الجزيرة اللي هو الهورس رايدنج. بتاخذ لمدة تقريبا ساعتين حصان، وبيكون معك طبعا واحد مشرف معك، وبيخليك تلف كل المزارع والاراضي الموجودة حوالين هذه الجزيرة. بتروح حقول، بتروح وديان، بتنزل على البحر وبترجع تطلع اللفة ثانية، وطبعا بتكون تجربة جدا جميلة انك انت بتلف الجزيرة وانت راكب الحصان. احد احلى المناطق الموجوده في نوزي بي هي الشلال. هو مو جدا معروف، لكن بصراحه الشخص اللي كان معانا كان جدا شاطر ودانا هو، لانه بصراحه منظره غير طبيعي، وطبعا في ناس كثير بتكون بتسبح في ذيك المنطقه. هذه كانت رحله لمدغشقر، اتمنى انكم فعلا تحمستوا وتبتروحوا لمدغشقر. اللي بيسال اي حاجه او عنده اي استفسار ممكن تحطونه في الكومنت. لا تنسوا شير وسبسكرايب ولايك كمان اذا حبيتوا الفيديو. أتمنى أنكم تنبسطوا مع الفيديو اللي تشوفوه.